مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم مليئة بالعديد من الأخبار الهامة على الساحة الرياضية والمصرية والعالمية، وبالتحديد كل ما يتعلق بآخر أخبار نادينا العظيم النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ عبد المنعم فهمي، الناقد الرياضي الكبير، وأنا في الحقيقة بستمتع جدا لما بيكون معنا في حلقة كلام في الميديا لأنه بيتكلم بصراحة وملم بالعديد من الأمور فيما يتعلق بالكرة المصرية تحديدا. فترقبوا طبعا هذه الفقرة الحوارية اللي هتكون في الجزء الثاني من حلقة كلام في الميديا النهاردة. قبل ما نتكلم في بعض الأمور خلينا نشوف أهم عناوين حلقة اليوم، يلا بينا. الأهلي يحدد الأحد المقبل موعدا للودية الأولى خلال فترة التوقف. عبد الحفيظ يتابع إجراءات سفر الفريق إلى تونس. الأهلي يبدأ إجراءات سفر حمدي فتحي لألمانيا. البدري يرفض ضم بديل محمد صلاح في مباراتي كينيا وجزر القمر. الشحات جاهز للمشاركة مع الفراعنة غدا أمام كينيا. شوقي غريب، الفوز على الكاميرون ضروري. طيب نبتدي بأخبار النادي الأهلي وبالتحديد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واللي بيستعد للمرحلة المقبلة اللي هتبتدي بداية من يوم 25 وهتستمر من خلال عدد من المباريات والتحديات الهامة جدا للفريق. أول تحدي يوم 25 مباراة الجونة هناك في الجونة، والتحدي الثاني والأهم في الحقيقة وهو عودة لانطلاق بطولة دوري أبطال أفريقيا من خلال دور المجموعات ومباراة الأهلي والنجم الساحلي هناك في تونس، مباراة مهمة جدا. إن شاء الله النادي الأهلي قد كل هذه التحديات وبإذن الله منتظرين نتائج إيجابية على غرار النتائج اللي كانت قبل فترة التوقف. متأثرين شوية بغيابات بعض اللاعبين اللي هيكون أو اللي هتكون موجودة خلال الفترة اللي جاية، يعني حمدي فتحي مثلا اكيد متاثرين بغيابه جدا لانه لعيب كان اساسي في فرقه النادي الاهلي وكان بيعتمد عليه جدا مستر فايلر، لكن عندنا البودلاء ايضا المميزين اللي هيقدروا يعوضوا غياب حمدي فتحي. حسين شحات بقى سليم واعتقد هيشارك في مباراه الغد مع منتخب مصر، يعني بعض الظروف اللي ممكن تواجهك وده شيء وارد وممكن يحصل، يعني انت لازم تتعامل مع كل هذه الامور، وكلنا ثقه في الجهاز الفني ان هم ان شاء الله ينجحوا في التعامل مع كل ما يحدث وكل الظروف اللي قد تواجه النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. عايز اتكلم شويه عن بعض الاخبار بتخص النادي الاهلي، تحديد الكابتن سيد عبد الحفيظ واللي بيتابع اجراءات سفر الفريق لتونس. احنا عارفين ان المباراه يوم 29 مباراه مهمه قوي مع النجم، فالتحضيرات بتتم مبكرا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، التحضيرات الاداريه الخاصه بالسفر والاجراءات كلها. كابتن سيد عبد الحفيظ بيتواصل مع طبعا الجهاز الاداري بالنادي لمتابعه الاجراءات الخاصه بسفر الفريق لتونس فيما يتعلق بقى بالفندق الاقامه ملعب التدريب كل هذه الامور، يعني لازم تتم او يتم التجهيز للاستعدادات دي ولاستقبال النادي الاهلي هناك في تونس بكل الامور اللي ان شاء الله تساعد الفريق في اداء مباراه كبيره والعوده بالانتصار باذن الله تعالى. ليه لا، نقدر طبعا ان شاء الله. فالترتيبات دي كلها بتتم من خلال متابعه الكابتن سيد عبد الحفيظ وايضا كابتن سمير عدلي المدير الاداري للفريق واللي بيقوم بمجهودات عظيمه في الحقيقه. من ضمن الاخبار كمان وحمدي فتحي مستر فايلر بيطمن عليه، اكيد اكيد في حاله حزن عند الجهاز الفني لما يكون عندك لعيب بقيمه حمدي فتحي وبيغيب عنك خلال الفتره اللي جايه، فتره ممكن تبقى طويله 3-4 شهور لسه ما تحددتش المده، لكن في كل الاحوال هو لعيب مهم جدا في نص ملعب النادي الاهلي، فاكيد الجهاز الفني ومستر فايلر عندهم حزن يعني من الاصابه، لكن ده شيء وارد بتواجهه في اي وقت من الاوقات بيحصل يعني. فهو الراجل بيتابع وبيطمن على حمدي فتحي ويشوف تطورات الاصابه ايه والاجراءات خلال الفتره الجايه هتكون ازاي، والمتابعه دي كانت من خلال الجهاز الطبي الدكتور خالد محمود والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. واحنا عارفين ان حمدي فتحي كان اتصاب في مران المنتخب اول امبارح، ان شاء الله يعود سريعا وبالف سلامه باذن الله. كمان في نفس السياق الاهلي بيبدا انهاء اجراءات السفر الخاصه بحمدي فتحي لالمانيا وهو هيسافر هناك عشان يعمل الجراحه
بعد القطع في غضروف الركبه، وان شاء الله الاجراءات تخلص بسرعه. الترتيبات كلها بتحصل خلال الساعات الحاليه، وباذن الله تكون جراحه ناجحه ويرجع سريعا حمدي فتحي للملاعب. في رساله من حمدي فتحي لجمهور النادي الاهلي، نروح نشوفها. يلا. شكر جمهور النادي الاهلي طبعا انهم واقفين جنبي الفتره اللي فاتت كلها، يعني مش حتى بعد ما اتصبت، يعني هم دلوقتي كمان واقفين جنبي اكتر، واوعدكم ان شاء الله ان انا هرجع اقوى واحسن من الاول يعني ان شاء الله. يعني هو عنده حماس كبير جدا ومؤمن بقضاء ربنا. الاصابه ممكن تكون عطلته شويه لان هو كان في التوب في الحياه، التوب فورم بتاعه، لكن لعيب راجل وقوي جدا في الملعب، وان شاء الله باصرار وعزيمه كبيره يقدر يرجع للتدريبات ومن ثم المباريات مع النادي الاهلي. نتمنى له كل السلامه باذن الله تعالى. الاهلي يحدد موعد الوديه الاولى خلال فتره التوقف. احنا عارفين ان احنا دلوقتي في مرحله ثانيه من فتره الاعداد الخاصه بالنادي الاهلي بعد توقف بطوله الدوري. المرحله الثانيه دي هيتخللها حتى الان مباراه وديه وحيده طبقا لتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ. المباراه دي هتكون امتى؟ هتكون يوم 17 من الشهر الجاري. مباراة هتبقى مهمة قوي، مستر فايلر هيقف فيها على مستويات بعض اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا الفترة اللي فاتت، أعتقد هيكون كمان انضم لك واحد مثلا زي أليو ديانج، منتخب بلاده خرج خلاص من بطولة الأمم الأفريقية، عنده مباراة واحدة، وبعد كده أعتقد هينضم مباشرة مؤكد كمان لمعسكر أو لتدريبات النادي الأهلي بشكل طبيعي، وهيبقى شيء مهم إن أنت تدخل أليو ديانج في الأجواء. مش معنى كده إن أنا بقول إن أليو ديانج هو اللي هيلعب مكان حمدي فتحي، لكن في نفس الوقت من ضمن البدائل المهمة بالنسبة لك جدا، سواء أليو ديانج، حسام عاشور، عندك احمد فتحي كمان بيجيد في المركز ده طبعا عنده خبرات كبيره جدا فيه، وعندك ايضا رامي ربيعه من اللاعبين اللي لعبوها او لعبوا المكان ده بالتحديد وسط الملعب يعني. فبالتالي من هنا جايه اهميه المباراه الوديه اللي هتكون يوم 17 باذن الله. لسه مش متاكدين هل او لسه الكابتن سيد عبد الحفيظ ما قالش يعني هل هيبقى في مباراه وديه ثانيه ولا لا، هنشوف خلال الفتره اللي جايه. بالنسبه لمحمود متولي بيبدا مرحله جديده من التاهيل الاسبوع المقبل. احنا عارفين ان محمود متولي محتاج فتره اكبر علشان يخف باذن الله، عنده مزق في العضله الخلفيه، الفتره هتاخد 3 اسابيع ممكن يكونوا 4، فبالتالي في برنامج خاص باللاعب، برنامج تاهيلي، وهيبتدي البرنامج ده الاسبوع اللي جاي، وجلسات علاج طبيعي بيقضى عليها اللاعب، وجلسات في الجيم، كلها امور يعني في البدايه كده او بدايه العلاج يعني بشكل كامل، عشان ان شاء الله يكون لائق للعوده بشكل طبيعي، ويكون او تكون الاصابه انتهت تماما يعني وشفي منها بشكل كبير. واحنا عارفين ان كان تم عرض الاشعه الخاصه بمحمود متولي على استشاري الماني هناك في معسكر الامارات، والطلب او شاف ان الافضل يعني اللاعب يستمر في العلاج فتره زمنيه اخرى عشان يكون لائق للمشاركه بشكل طبيعي دون الخوف من عوده الاصابه يعني باذن الله. نتمنى له كل السلامه. اصابات وارد ان هي تحصل، بتحاول تتفاداها، لكن في كل الاحوال هي موجوده، هي جزء من كره القدم الاصابات يعني. ايا كان انت يعني متضايق، فرحان، زعلان، كلام من ده، هي الكره كده طبيعي. اصابه بتيجي اللاعب ممكن يكون مؤثر، تاثر على مسيرتك، لكن الحاله دي بالتحديد باذن الله مش هتاثر على مسيره النادي الاهلي. النادي الاهلي مستعد كل الاستعداد لكل هذه الظروف اللي قد تواجهه يعني، اللي بتتمثل في الاصابات، الايقافات، عندك قائمه متكامله من اللاعبين، القائمه الافريقيه بتاعتك قويه جدا، فهتقدر تتعامل باذن الله تعالى يعني. ده فيما يتعلق باخر اخبار النادي الاهلي. شريف شعبان معانا يا جماعه ولا ايه؟ طيب اوكي، خلينا نروح نتكلم شويه. هو زي ما حضراتكم عارفين طبعا ان في تدريب دلوقتي في هذه اللحظات للنادي الاهلي، ومران اليوم الثلاث على التوالي في اطار الاستعداد، والتدريبات هتستمر كل يوم الساعه 4 في استاد مختار التتش لحد ميعاد المباراه الوديه، وبعد المباراه كمان هتستمر لغايه مباراه الجونه باذن الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مستهل مشوار جديد. انت ابتديته بشكل كويس جدا افريقيا ومحليا، لكن انت بتبتدي بدايه جديده، لازم تكون بنفس القوه باذن الله. ممكن تتاثر بعد فتره الغياب عن المباريات الرسميه، لكن ان شاء الله شخصيه اللعيبه وقدراتهم الفنيه والبدنيه هتساعد في ان احنا باذن الله باذن الله نكمل المسيره اللي ابتدت بشكل جيد جدا مع مستر ريني فايلر. ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي. نروح للمنتخبات الوطنيه، واحنا عندنا بكره ماتشين رسميين، مباراه رسميه للمنتخب الاول الساعه 6، ومباراه رسميه للمنتخب الاولمبي الساعه 8. مباراه المنتخب الاول هتكون فين؟ في استاد برج العرب، مباراه مهمه قوي،
ومن خلالها ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه للكابتن حسام البدري في الاطار الرسمي مع المنتخب من خلال فوز على منتخب غينيا في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 بالكاميرون. فمهم قوي ان البدايه تكون كويسه، مهم ان انت تكسب مكسب كويس ومقنع من حيث الاداء. الفتره اللي فاتت الدنيا كانت مزنقه شويه بالنسبه للكابتن حسام البدري، يعني الوقت كان ضيق، يعني عمل معسكر كان في سريع كده تعين وعمل معسكر على طول. المره دي معسكر مبكر شويه، وفي نفس الوقت في بعض الظروف اللي بتواجهه سواء فيما يتعلق باصابه محمد صلاح، فيما يتعلق باصابه حمدي فتحي المؤثر جدا جدا كان مع منتخب مصر في الماتشين، اول ماتشين ليه لعبهم ماتشين وديين، وكمان حسين الشحات اللي انت مش متاكد لسه من جاهزيته 100%. فهنشوف كلها امور وعقبات ممكن يكون بيواجهها الكابتن حسام البدري، كان عنده الخبرات الكافيه في التعامل مع هذه الامور يعني. فان شاء الله البدايه تكون موفقه، البدايه تكون جيده، فوز يكون مهم، وباذن الله كمان يكون حضور جماهيري مميز يعني. ماتشين احنا عايزين الجمهور يحضر فيهم في يوم واحد، عندك ماتش مصر الساعه 6 المنتخب الاول، وماتش مصر منتخب الاولمبي الساعه 8. نتمنى يبقى الحضور الجماهيري هنا غفير وهنا كمان يكون غفير. الكابتن حسام بدري النهارده كان ليه تصريحات قبل المباراه دي، واللي اتكلم فيها ان احنا او قال يعني ان احنا عندنا اربع لاعبين بدلاء لمحمد صلاح، واتكلم ان احنا تاكدنا من اصابه محمد صلاح، عنده اصابه في وتر الكاحل ومتأثر جدا بهذه الاصابه، واحنا قال ان احنا هنتعامل مع الجزئيه دي. قال الناس انتقدتني ان انا ضميت 32 لاعب، لكن طلع ان انا رؤيتي كانت صحيحه، بدليل ان انا معايا دلوقتي 24 لعيب بس بسبب الظروف مختلفه، وانا هكمل بيهم الماتشين دول ومش هيضم حد بديل لمحمد صلاح. بيقول ان هو شايف ان مفيش اي مشاكل بتواجهه قبل مباراه بكره، وقال كمان ان هو بيطلب مؤازره الجماهير، وده شيء هيكون مهم جدا لان هي مباراه كمان رسميه وبدايه لجهاز فني جديد من خلال الجانب الرسمي، ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق. عشان نقرب من الصوره بشكل اكبر نروح لمداخله هاتفيه مهمه قوي مع الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير والقريب جدا لكل الاخبار اللي بتتعلق سواء بالمنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. يا مراد مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير، وببارك لك على الجائزه الله يبارك فيك اكتر من كده، وان شاء الله المستقبل ليك وللشباب الموجودين. الله يبارك فيك يا مراد، بشكرك شكرا جزيلا. عايز اتكلم معاك، نبتدي الاول بالمنتخب الكبير والكابتن حسام البدري واستعداداته لمباراه الغد امام كينيا، اخر الاخبار ايه وكل الجديد اللي يخص المنتخب الاول ايه؟ يعني انت اتكلمت في معظم الحاجات المهمه امير، يعني خلاص محمد صلاح غادر المعسكر يعني منذ قليل، يعني خلاص خضع لكشف طبي امبارح منذ قدومه امبارح للمعسكر، وطبعا زي ما انت قلت عنده اصابه في وتر الكاحل ويحتاج للراحه، لكن خلاص تم استبعاده بصفه رسميه، وكان تواجد بس بصوره وديه ان هو يعني لعب يبارك في كيانه الفني كابتن حسام بدري والكيانات المعاون وعرض عليهم الاصابه، وكابتن حسام طبعا ما مانعش طبعا او ما حدش مانع ان اللاعب يواجه المعسكر عشان يرجع انجلترا يتعالج. هيرجع مباشره لليفربول ها؟ لا، المعلومه اللي عندي لسه يعني هيقعد حوالي يوم 24 او 48 ساعه هنا في القاهره ويسافر بعدها لانجلترا يكمل العلاج هناك، لان خلاص التوقف الدولي هينتهي يوم 18، فغالبا هو يقعد حوالي يوم او 48 ساعه وبيغادر بعدها امير لانجلترا يكمل علاجه هناك. خلاص زي ما انت قلت 24 لعيب موجود في المعسكر. خلاص يعني خلاص الحقيقه المنتخب بيمر بازمات صعبه بسبب الاصابات، والنادي الاهلي تحديدا امير يعني حمدي فتحي للاسف يعني طبعا. كان احد النجوم الكبيره اللي اعتمدنا عليها الكابتن حسام بدري، كان ممكن يبقى مفاجاه في التشكيل ويلعب اساسي، ان هو بيقدم مستوى رائع الفتره الاخيره، وهو اللي احرز الهدفين للمنتخب في الماتشين والدين في بوتسوانا وليبيريا، فكان هناك اتجاه قوي جدا ان هو يبقى احد الاعمده الاساسيه في ماتش كينيا وماتش جزر القمر، لكن خلاص الاصابه للاسف بعدته عن الماتش، وتم استبعاده من المعسكر في علاجه مع النادي الاهلي وهيسافر المانيا خلاص. باقي اللعيبه خلاص 24 موجودين في المعسكر، لكن بقول لك يعني غالبا هيعمل التشكيل اللي هو المتعارف عليه كده في تغييرات هو السؤال يا محمد على بديل محمد صلاح هيكون مين، وهل حسين الشحات جاهز خلاص بشكل كامل للمباراه ولا لا؟ لغايه دلوقتي حسين يعني بنسبه كبيره مش هيشارك يعني ماتش كينيا الجهاز الفني لغايه دلوقتي بيفضل ان هو يريحه على ماتش بكره ويجهزوا ماتش جزر القمر. كان في بعض الناس بتطالب ان حسين يلعب بكره ماتش، ان هو يعني عنده قدره، لكن الجهاز الفني او الطب يفضل ان هو يريحه، والمعسكر بتاع دلوقتي هو اللي هيبين
قرار النهائي امير، لكن بنسبه كبيره مش حسين الشحات مش هيشارك. يعني الاقرب لغايه دلوقتي احمد زيزو لاعب الزمالك هو اللي هيقود الجبهه اليمنى مكان محمد صلاح. كان في اتجاه برضه ان كهربا يلعب في الناحيه اليمين. كهربا طبعا لعيب كبير وعنده امكانيات وامكانيات دوليه وخبره دوليه يلعب الناحيه دي ناحيه اليمين او تريزيجيه شمال او العكس. لكن كل ده هيبان النهارده في التدريب. باقي المراكز يعني معظمها مستقرين عليها، يعني كابتن محمد الشناوي في حارس المرمى، ايمن اشرف ومحمود علاء واحمد حجازي واحمد فتحي في الدفاع، النني وطارق حامد في الوسط، تريزيجيه شمال او جناح يمين، يعني كل ده هيبان في التدريب على حسب على حسب كهربا او حسب زيزو. يعني لو كهربا يبقى تريزيجيه يمين وكهربا شمال، او لو زيزو يبقى زيزو يمين وتريزيجيه جناح شمال جناح ايسر. وفي النص يعني غريبا لغايه دلوقتي هو محمد مجدي قفشه هو الاقرب لغايه دلوقتي ان هو يقود يعني مركز 10 مكان عبد الله سعيد. وفي الهجوم برضه دايما من الازمات اللي بتواجه حسام بدري، يعني حسام حسن او احمد جمعه، يعني دول الاقرب لغايه دلوقتي. وفي لو كان محمد صلاح موجود كان كهربا يلعب في مركز المهاجم. بالظبط. الاصابات يعني بتمثل ازمه للكابتن حسام البدري، وده هو اللي اتكلم عن بعض الحاجات دي في المؤتمر النهارده. ويعني هو وضح لك ان الفتره الجايه هيبقى في وفره من اللاعبين بعد انضمام المنتخب الاولمبي في المعسكر القادم شهر 3. يعني لكن هو خلاص قال لك انا امر واقع دلوقتي 24 لاعب. صح، لازم يتعامل مع الامر ده. لازم يتعامل مع الامر الواقع، وال 24 لاعب هم نفسهم هيسافروا برضه في ماتش جزر القمر. طيب. وان شاء الله نتمنى ما يبقاش فيه اصابات في ماتش بكره. يا رب ان شاء الله. طيب، فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي ومباراه بكره، هي تحصيل حاصل، لكن غايه في الاهميه ان انت لازم تكسب او تتصدر المجموعه، حتى لو تعادلت هذه المباراه، عشان تفضل تكمل مشوارك في استاد القاهره، عشان انت بتبقى طالب حضور جماهيري كبير، والجمهور بيجي مع توالي المباريات يعني. فبالتالي عايز اطمن على استعدادات المنتخب الاولمبي، وبالتحديد الجانب التكتيكي والخطط يا مراد، وانت قريب جدا من كابتن شوقي غريب، هل هيبقى في تعديل في الشكل بتاع المنتخب بعد الاداء اللي بالتحديد كمان كان في مباراه مالي، وتطور نسبيا في المباراه بتاعت غانا؟ يعني هو ماتش الكاميرون بكره ماتش مهم يا امير، يعني أكيد. مش عايزين برده مش عايزين اللعيبه تدخل انها داخله خلاص تأهل كذا هدف بكره، انت لازم تصدر مجموعه عشان تلعب ماتش الدور قبل نهائي استاد القاهره. في حاله لا قدر الله انت تعرضت الهزيمه والكاميرون بقت اول مجموعه، انت مؤشرك هتتنقل للسلام. ده طبعا مش هيقول ان مسئله ازمه، لا، يعني استاد القاهره قوه وقوه كبيره جدا، وكثير بتتواجد يعني الحمد لله بتزايد من مباراه لمباراه. ماتش حوالي 25,000، الماتش اللي بعديه ماتش غانا كان حوالي من 30 ل 25,000 مشجع موجودين، والحقيقه كانوا بيشجعوا بحماس كده، فكرونا بايام 2006 و2000 والماتشات بتاع الاهلي والزمالك الكبيره اللي بقى فيها جماهير بعدات كبيره طبعا، والجماهير بتعرف تشجع امير. يعني احنا للاسف بنواجه ازمه الفتره الاخيره في الجماهير، ان هم يعني مثلا المنتخب الاول تحديدا في بطوله افريقيا كنت تيجي قبل يعني ساعه الماتش نص ساعه تلاقي جماهير بتشجع، بعدها بالجماهير بتخلص الطاقه بتاعتها. لكن الحقيقه شفنا في ماتش غانا الجماهير بتشجع طول الوقت، والحقيقه اللعيبه ساعدتهم ان هم شجعوهم لغايه دلوقتي. يعني التشكيل اللي انا والكابتن شوقي بيفضل ان هو يريح بعض اللعيبه اللي بذلوا مجهود كبير جدا في الماتش. كويس، ده شيء مهم قوي. طبعا يعني مش هيغير في كل المراكز يا امير، لان هو برضه في ماتش مهم زي ما قلت لك، فلازم برضه يحقق الفوز، وعايز ان هو يبقى داخل بتاع نقط، يبقى رساله للفرق المنتخبات بتاع المجموعه الثانيه اللي هيقابلها منتخب مصر. يعني كسب غانا وكسب الكاميرون وكسب مالي، فدي تبقى الشكل الخططي يا مراد هيبقى هو اللي هيبقى فيه تعديل. لا يعني اللي حراسة المرمى زي ما محمد صبحي، احمد ابو الفتوح هيلعب، لكن كان في منافسه ان محمد، كان الكابتن شو عايز يجرب محمد صادق يجهزه حتى للماتشات اللي جايه. محمد صادق لسه راجع من لعب كويس، فكان طبعا يعني ولكن واثنين المساكين زي ما هم مستمرين في مكانهم، اسامه جلال تمام ومحمد عبد السلام. يعني طريقة اللعب هتبقى هي ومراد، مفيش تغيير فيها. أربعة 4-2-3-1. لا بس هو كان بيلعب بطريقة مختلفة شوية على الماتشين، في الماتشين الأول بتتغير. لا يعني على حسب الماتش. 4-2-3-1 أو 4-2 ولما بقى مغلوبين أو حاجة بيلعب باثنين مهاجمين بقى، سواء رمضان وجنبه مصطفى محمد صلاح سليمان، بيبقى التناوب كده ما بينهم في ساعة الماتش. لكن التشكيل يعني اكرم توفيق في الدفاع، ومعاه بيكهام، رمضان صبحي غالبا هيبتدي الماتش بكره. التغييرات بقى
يعني نفس التشكيل تقريبا. طيب مراد انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز او الناقد الرياضي الكبير محمد مراد واللي علينا كل الاخبار تتعلق بالمنتخب الاول المنتخب الاولمبي. نروح لفاصل بسرعه بعد الفاصل نكمل يلا بينا. أخبار الأهلي في الصحف نشوفها. الأخبار الأهلي يواجه الشائعات وينعي نجم الزمالك. الأخبار المسائي صدمة في الأهلي كونسولتو طبي بعد إصابة فتحي وفايلر يحدد موعد المباراة الودية. مجلة الأهلي تقرر إقامتها في رادس رسميا. الأهلي ينتظر تحديد موعد نهائي لمواجهة النجم الساحلي. اليوم السابع فايلر يوافق على رحيل جيرالدو عن الأهلي في الشتاء. لجنة التخطيط الحمراء تدرس التعاقد مع بديل لرمضان والمهاجمان الأجنبيان يعودان للتدريبات. الأهرام المسائي طبول رمضان تدق الأهلي. هدرسفيلد يرفع التسعيرة ل 120 مليونا والعروض تنهال. الراتب وحلم الاحتراف تهددان استمرار صبحي في القلعة الحمراء. وبديل فتحي يثير القلق. فايلر يفكر في ديانج وفتحي وربيع يظهران. الأهرام يوم الغضب والقلق في الأهلي حظر إعلامي على مشروع الاستاد ولجنة التخطيط. الدستور الأهلي يتجه لتمديد عقود الأربعة الكبار لموسم واحد قابل للتجديد. حمدي فتحي يغيب بثلاثة أشهر بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة. الجمهورية خوفا من العروض المغرية الأهلي الآن من احتراف رمضان. المسا العربي بديلا لحمدي فتحي في وسط الأهلي البحث عن مهاجم استثنائي لدعم الفريق في الانتقالات الشتوية. الشروق مخاوف الأهلي من غياب حمدي فتحي لفترة طويلة. ترشيح ثلاثة مهاجمين أفارقة من المشاركين في البطولة للتعاقد مع أحدهم في الانتقالات الشتوية. طيب نبتدي بجريدة الأخبار والقالت إيه النهاردة عن النادي الأهلي. قالت إن النادي بيواجه الشائعات وينعي نجم الزمالك. طبعا نجم الزمالك الكابتن علاء علي الله يرحمه يعني توفى أول أمس وكان خبر يعني صادم لكل عشاق الكرة المصرية. لعيب كان مميز والأهلي طبعا يعني عز كل جمهور الكرة المصرية واللاعب وأسرة اللاعب طبعا في وفاته. ربنا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه في سح جناته. موضوع ان الاهلي واجه الشائعات احنا عارفين ان الفترة اللي فاتت او الكام يوم القليلين او اللي فاتوا كان الكلام على ايه؟ الكلام على الكابتن محسن صالح وانه صرح هنا واتكلم هنا وان هو اتكلم في بعض الامور والشائعات وان هو اقر بعض الاخبار. كل الكلام من ده كان مش حقيقي والنادي الاهلي طلع امبارح بيان او خبر قال فيه ان ما فيش الكلام ده او كابتن محسن صالح بنفسه يعني اتكلم من خلال موقع رسمي النادي الاهلي قال ان احنا ما اتكلمتش مع اي حد غير القناه بتاعه النادي وهو كان هنا طبعا في حوار زي ما حضراتكم عارفين وبيقفل الباب امام اي شائعات بتخص ايه بتخص ان الاهلي او كابتن محسن صالح موصى بالتعاقد مع فلان الفلاني اصل هو اجتمع ما اجتمعش مع فايلر. الكلام الكتير اللي بيطلع هو قفل الباب بخصوص هذا الكلام كله يعني. ف ده اسلوب مهم جدا ان انت تطلع تنفي كل الشائعات اللي بتتقال. لو حاجات صحيحه تطلع تقر بيها غير صحيحه تاكد ان هي غير صحيحه. ده خطوه مميزه في الحقيقه من الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي. الاخبار المسائي صدمه في الاهلي كونسولتو طبي بعد اصابه فتحي وفايلر يحدد موعد المباراه الوديه. صدمه في الاهلي طبعا يعني هي تعتبر صدمه عشان ابقى صريح معاكم يعني اللاعب غاب اتصاب حمدي فتحي غياب هيبقى مؤثر لكن في نفس الوقت احنا عندنا ثقه كبيره جدا في كل الموجودين مكانه يعني لكن مؤثر ليه؟ انت خلاص كنت معتمد على حمدي فتحي وعمرو السوليه بصراحه كده هم الاثنين دول اللي في نص الملعب يعني. لكن في نفس الوقت انت عندك اليو ديانج عندك حسام عاشور وقلنا عندنا رامي ربيعه واحمد فتحي ممكن يقوموا بالدور ده فان شاء الله يعني الامر محلول يعني باذن الله. موضوع فايلر يحدد موعد مباراه او المباراه الوديه قلنا يوم 17 ان شاء الله باذن الله. مجله الاهلي واللي بتتكلم على ميعاد ومكان مباراه النجم ان هي خلاص تقرر اقامتها في رادس والاهلي ينتظر تحديد موعد اعتقد دي غلطه مطبعيه اعتقد يعني.
نهائي لمواجهة النجم الساحلي. والميعاد، موضوع الميعاد ده يعني بيقال ان النجم بيرغبوا في ان المباراه تكون يوم 30 مش يوم 29. احنا اكيد نتمنى ان المباراه تبقى يوم 30. ليه بقى؟ لان انت هتلعب مباراه يوم 25 مع مين؟ مع الجونه، في الجونه هناك سفر، وبعديها لو مباراه يوم 29 بتاعه النجم، فرق اربع ايام بس بيتخللهم سفرين من الجونه للقاهره عشان تسافر من القاهره لتونس، فهيبقى اجهاد وارهاق كبير جدا على اللاعبين. فيعني يا ريت، يعني ما اعرفش وجهه النظر الفنيه ايه عند الجهاز الفني، بس نتمنى ان النجم فعلا يكون عايز كده، واحنا هنحاول نتواصل معاهم ونعرف الجديد بخصوص ميعاد المباراه. فلو يوم 30 هيبقى افيد للاهلي، لكن في كل الاحوال النادي الاهلي يعني مستعد لاي ميعاد لهذه المباراه، وهي المفروض هتبقى في رادس يعني بشكل رسمي بعد الخطاب اللي وصل من الاتحاد الافريقي لليوم السابع. فايلر يوافق على رحيل جيرالد، هو ده بقى اللي احنا كنا بنتكلم عنه، وان الكل بيتكهن وبيتوقع مين اللي هيمشي ومين اللي هيجي وكلام ده. كابتن محسن صالح امبارح نفى كل الكلام ده، وان مفيش اي طلبات سواء بالاستغناء او بالتعاقد مع اي لاعب من قبل مستر فايلر، وهو اللي بيحدد وبيتواصل مع لجنه التخطيط وبيشوفوا بقى الامور بتمشي ازاي يعني. لكن موضوع جيرالدو لسه ما تمش الاستقرار بشكل نهائي، هل جيرالدو مكمل ولا مش مكمل لحد اللحظه انا بكلم حضراتكم فيها. الراجل مكمل وموجود، فهنشوف. لجنه التخطيط الحمراء تدرس تعاقد مع بديل لرمضان، دي جزئيه مهمه. هتقول لي ليه مهمه؟ هقول لك لان رمضان صبحي الراجل معار سنه، يعني هيكمل الموسم ده واعارته تخلص. ممكن تقدر تتعاقد مع رمضان وممكن ما تقدرش، فانت لازم تكون عامل احتياطات لكل اللي ممكن يحصل يعني. يعني لو رمضان مش مكمل معاك طب هتعمل ايه؟ هتدور على بديل، هتدور على بديل ساعتها بقى ولا هتدور من دلوقتي؟ اكيد هتدور من دلوقتي، يعني هتشوف سواء بدائل موجوده في الفريق معاك او لعيبه ممكن تتعاقد معهم سواء في يناير او في الصيف باذن الله تعالى بعد انتهاء الموسم يعني. فلازم هتعمل احتياطاتك. موضوع ان هم بيتم دراسه التعاقد مع بديل رمضان، هيتم الدراسه في القصه دي اكيد يعني. المهاجمان الاجنبيان يعودان للتدريبات، قصدهم على اجاي وازار، هم عادوا للتدريبات خلاص. نروح للاهرام المسائي، والحديث دايما على رمضان صبحي. ليه؟ بالتحديد بعد تالقه مع المنتخب الاولمبي في الحقيقه، ومع النادي الاهلي قبل المنتخب كمان في الكام ماتش اللي اتلعبوا في بدايه الموسم. بيقول لك ايه؟ طبول رمضان تدق الاهلي، وفايلر او هدرسفيلد عفوا يرفع التسعيره ل 120 مليون، والعروض تنهال، والراتب وحلم الاحتراف تهددان صبحي في القلعه الحمراء وبديل فتحي يسير. خلينا في رمضان صبحي، قلنا ان الموضوع لسه قدامه شويه، اللاعب لغايه اخر الموسم مكمل مع النادي الاهلي، مفيش ان هو هيمشي في يناير وكلام من ده غير حقيقي اطلاقا، اللاعب مكمل مع نهايه الموسم بقى هنشوف. لكن اللي اقدر اكده لحضراتكم ان النادي الاهلي اكيد اكيد هيحاول التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي. توقيت المحاوله دي هيكون امتى هنعرفه خلال الفتره اللي جايه، لكن اكيد خلال الموسم يعني هتبقى بتحاول ان انت تتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي. هنشوف موضوع رمضان هيخلص على ايه، لكن خلينا مركزين في ايه دلوقتي؟ في الاهداف، الاهداف الخاصه بالفريق اللي بتتمثل محليا وافريقيا، ولاعب اللاعب رمضان صبحي لاعب من اللاعبين في النادي الاهلي، فمش عايزين نشتت فكر ولا فكر الجهاز الفني، احنا مركزين في المرحله الحاليه. ان شاء الله رمضان احد العناصر المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي خلال الموسم ده، وان شاء الله ينجح في تحقيق طموحات كل الجماهير الاهلاويه. عايز اطمن على الفريق، اروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مرئيس قناه الاهلي، ونطمن منه على التدريبات اليوم. يا شريف مساء الخير عليك. خليك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ايه الجديد عندك؟ خليني اقول لك ان التمرين انتهى منذ قليل، يمكن التمرين كان في الرابعه عصرا، يمكن النهارده قبل ما اتكلم في التمرين جماعه جلسه مع مدير اداره الاعلام الاستاذ جمال جبر. كويس. لاكد لي ان هو هيجتمع مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبالفعل اجتمع معاه علشان خاطر طبعا يمكن بعض الاعلاميين زعلانين من تخطيط ملعب البيتش، وهيكون في صعوبه في رؤيه التمرين، صعوبه في التغطيه اللي عملها طبعا في جميع المؤسسات او المواقع. الاستاذ جمال جبر بعد ما قعد مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، وكان قال لي هيبقى في اليه الفتره المقبله للتعامل مع الاعلام، التمرين مش مقفول على طول، هيبقى ليه ايام مفتوح فيها للاعلام زي اي دوله في العالم، زي اي فريق في العالم. كويس. من حقه يقفل على فريقه في الوقت اللي هو عاوزه، ومن حقه يفتح ايضا للاعلام في الوقت اللي مسموح فيه لوسائل الاعلام المختلفه. النادي الاهلي حريص دايما يكون متواصل مع جميع الاعلام
وطبعا والراجل يعني او النادي الاهلي دايما بيقف في ظهر الاعلام وبيرحب بالاعلام في اي وقت، وقال لك احنا الاعلام شريك اساسي معانا في اي حدث يخص النادي الاهلي. فالاستاذ جمال جبر طمني بعد جلسه مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ ان الفتره المقبله هتكون في اليه لجميع الاعلاميين في تغطيه تمرين النادي الاهلي، فبطمنك وبطمن كل الاعلاميين ان الفتره المقبله بالتنسيق مع الاستاذ جمال جبر والكابتن سيد هيكون في اليه جديده الاهلي بيوقف فيها طبعا الانديه العالميه. الاهلي كالعاده دايما سباق في هذه الخطوه، وباذن الله ما يكونش في اي مشاكل خالص مع اي اعلامي اذا كان داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي. تمام. يمكن الاجتماع بدا في الرابعه عصرا، يمكن مستر فايرر والكابتن سيد عمل اجتماع في الملعب حوالي 5 دقائق اتكلم فيها عن المرحله المقبله والتركيز في المرحله المقبله، المرحله اللي احنا فيها مرحله اخيره خلاص قبل مباريات الدوري، قبل بطوله افريقيا، حلم كل جماهير النادي الاهلي بطوله افريقيا ولما لا بطوله كمان كاس العالم للانديه. اتكلم فيها على التركيز الكامل، اتكلم فيها على الناشئين اللي بيشاركوا في مران النادي الاهلي من امس والنهارده بيشاركوا، اي لاعب هيلفت نظر الجهاز الفني هيكون موجود في الفريق الاول مش هينزل تاني مع الناشئين، ولكن حذرهم من الخشونه، حذرهم من التكالنج مع الفريق الاول علشان خاطر الاصابات، قال لهم الحماس بينه في مهاراتك، بينه في تنفيذ تعليماتي من غير قوه زائده عشان لاعبي النادي الاهلي الكبار مش مستحملين او مش ناقصين كفايه الاصابات اللي عند النادي الاهلي. يمكن بعد هذه المحاضره اللي استمرت حوالي 5 دقائق كان في تمرين باليد في وسط ملعب النادي الاهلي، كان في تدريب بدني واختتم في الاخر بتقسيمه يمكن تالق فيها معظم لاعبي النادي الاهلي. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، لا الناشئين مبشرين، لا الناشئين لافتين نظر الراجل النهارده كان حريص يبص عليهم كويس جدا، كان حريص يوقف الملعب اكثر من مره علشان خاطر يوجه نصايح للناشئين اللي بتنفذ التعليمات بحذافيرها. كل ناشئ عنده حلم يكمل مع الفريق الاول، ويا رب باذن الله يوفقهم، ويا رب ما ينزلوش ويكملوا مع الفريق الاول. يمكن على الجانب الاخر مدرب الحراس يمكن اكرامي لطفي شوبير رمضان الحارس الصاعد ايضا مع مصطفى شوبير تمرينه قويه جدا. عاوز اقول لك يمكن مستوى شريف اكرامي ومستوى علي لطفي تطور كبير جدا، شريف لفت النظر بشكل كبير جدا في التمرينات، مركز جدا في التمرينات، شريف بيحاول ينال ثقه الجهاز في هذه الفتره وباين جدا في تركيزه في التمرينات. يمكن كان حريص حمدي فتحي يكون موجود النهارده بالعكازين، يمكن حمدي باين على وشه او متاثر جدا باصابته، اتكلمت معاه وقال لي قضاء ربنا وراضي بيه، هرجع بسرعه باذن الله عشان اشارك باقي لاعبي النادي الاهلي في حصد البطولات، لان الاهلي محتاجني وانا هكون باذن الله موجود باقصى سرعه. مدير الكوره الكابتن سيد قال لي خلاص احنا شغالين على تاشيره المانيا علشان يسافر يعمل عمليه الغضروف ويرجع باذن الله، رب يكون العمليه من شهر لشهر ونص باذن الله، واقصى حاجه خالص تكون شهرين ويكون موجود باذن الله في الملعب. يمكن تأهيل مستمر الكريم لندفت طبعا محمود بتولي، إن خلاص بنتكلم في النهائيات في المرحله الاخيره في التأهيل. النهارده وليد سليمان ما شاركش، اكتفى بتدريب مع المؤهل. يمكن وليد سليمان هنشوف بقى الدكتور خالد محمود بكره موجود في التمرين بصفه منتظمه ولا لا، لسه اسال الدكتور خالد محمود. ازارو النهارده شارك بكل قوه، اجايين النهارده شارك بكل قوه، بطمنك زميل امير القادم افضل، القادم باذن الله يكون حاجه سعيده لكل جماهير النادي الاهلي، ويكون انتصارات تبدا من يوم 25 في مباراه الجونه في الجونه باذن الله. باذن الله. شريف انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الهامه جدا اللي قالها لنا شريف شعبان مراسلنا العزيز ومراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا كل الاخبار اللي تتعلق بالفريق. اهم حاجه قالها دلوقتي بالنسبه لنا كلنا يعني كجمهور للنادي الاهلي هو فيما يتعلق بحمدي فتحي ان الاصابه هتاخد بالكثير شهرين طبقا لكلام شريف شعبان، نتمنى ان هي ما تزيدش عن شهرين لان ده هيكون مهم قوي عوده اللاعب لصفوف الفريق، وان شاء الله يساهم في مختلف المباريات ولا بطولات. نكمل خبر الاهرام المسائي، يعني في جوانب عديده، اتكلمنا عن موضوع رمضان صبحي وقلنا خلاص يا جماعه ان ده مش وقته بقى، عايزين ايه نركز. موضوع بقى ايه الجزء اللي تحت ده من الخبر، بيقول لك بديل فتحي يثير القلق، وان التفكير في فتحي احمد فتحي ورامي ربيعه واليو ديانج من قبل مستر فايلر، وده بديهي وطبيعي. اه في قلق، في قلق شويه، لكن في نفس الوقت انت عندك البدائل. القلق من ناحيه ايه؟ من ناحيه الانسجام، انت خلاص كنت عندك 2 انسجموا مع بعض وتفاهموا بشكل كبير جدا في الادوار بتاعتهم اللي بتبقى في الملعب يعني.
لكن في نفس الوقت انت على الجانب الاخر مش عندك قلق بخصوص اللاعبين الكواليتي بتاعتهم اللي ممكن يحلوا محل حمدي فتحي، سواء احمد فتحي، سواء رامي ربيعه، سواء اليو ديانج او حسام عاشور كمان. فعندنا اربع لاعبين ممكن يقوموا بالمكان ده، نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. نروح للاهرام. جريدة الأهرام بتقول يوم الغضب والقلق في الأهلي، القلق ده قصدهم يعني بعد ما قرينا المتن إن قصدهم بموضوع حمدي فتحي، خلاص اتكلمنا فيه. حظر إعلامي على مشروع الإستاد ولجنة التخطيط، وإحنا عارفين إمبارح طلع قرار أو أول إمبارح بالليل بالتحديد يعني قرار من الكابتن محمود الخطيب وتوجيهات إن محدش يتكلم في موضوع الإستاد ده خالص، وإن مجلس الإدارة هو المنوط بالحديث عن هذا المشروع في التوقيت اللي هو يكون شايفه مناسب، وده قرار وتوجهات من قبل الكابتن محمود الخطيب، وانا ما حدش خالص يتكلم في الموضوع ده. نفس القصه بالنسبه للجنه التخطيط، وردينا في اول خبر لما كان من الاخبار بخصوص هذه الجزئيه. ودايما الطبيعي ان انتوا هتسمعوا برضو اشاعات كتير جدا بخصوص لاعبين جايين ولاعبين ماشيين وكلام من ده، وبيبقى اجتهاد من الصحفيين في الحياه وحقهم ويحترموا في الجزئيه دي، لكن احنا دورنا ايضا ودور المسؤولين في النادي الاهلي ان هم يوضحوا كل ما هو يخص الفريق وكل ما يكتب عن النادي بشكل عام في الصحف والمواقع. نروح للدستور. والاهلي يتجه لتمديد عقود الاربعه الكبار لموسم واحد قابل للتجديد، وده ممكن يحصل قريبا باذن الله تعالى. حمدي فتحي يغيب 3 أشهر بعد اصابته بقطع في الغضروف، واحنا اتكلمنا في موضوع حمدي فتحي ان شاء الله يعود سريعا. الجمهوريه موضوع رمضان برضه خوفا من العروض المغريه، الاهلي الان من احتراف رمضان. طبيعي انك تقلق، بس في نفس الوقت انت بتحل، يعني لو اللاعب احترف بعد نهايه الموسم خلاص انت مرتبط معاه بعقد، بس هتعمل ايه؟ هتدور على بديل خلاص. انت ده الطبيعي ان انت لو يعني احنا بنقول حاجه تخيليه لو حصلت، يعني ان اللاعب مشي عقده هيخلص، هدرسفيلد عايزينه او جاله عروض اخرى كلام من ده، هو عنده طموح معين الله اعلم، مش عارفين تفكير رمضان ايه دلوقتي، الراجل مركز مع المنتخب بتاعه ومركز مع النادي الاهلي، هيبان كل الامور دي هتبان مع نهايه الموسم ان شاء الله باذن الله يعني. فانت زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي بيحضر اكيد بدائل يعني لرمضان في حاله عدم، ركز معايا، في حاله عدم استكماله لمشواره مع الفريق، يعني ده هيبان خلال الفتره الجايه. المسا برفرمان من فايلر، العربي بديلا لحمدي فتحي في وسط الاهلي. عربي بدر طبعا من اللاعبين المميزين جدا في نص ملعب النادي الاهلي، ولاعب ناشئ مواليد 2001 على ما اتذكر، لعيب كويس جدا بيجيد اللعب في نص الملعب وبيجيد اللعب كمان كمدافع، هيبقى برضه من ضمن الخطط والبدائل لحمدي فتحي. موضوع البحث عن مهاجم استثنائي، نشوف قرارات مستر فايلر هتكون ايه خلال الفتره اللي جايه. الشروق بتتكلم على مخاوف في الاهلي من غياب حمدي فتحي فتره طويله، وان شاء الله مش هتكون طويله ولا حاجه، وهتتعامل مع كل المشاكل اللي ممكن تقابلك. ترشيح 3 مهاجمين افارقه، ما احنا عارفين في بطوله بتتلعب دلوقتي، بطوله الامم الافريقيه للمنتخبات الاولمبيه المؤهله لطوكيو 2020، واللي من خلالها ممكن النادي الاهلي يتابع المسؤولين، وفي كل الانديه بشكل عام بيتابعوا يعني اللاعبين اللي ممكن يلفتوا الانظار في البطوله دي، وحسب بقى يعني قرارات برده المدير الفني هو اللي هيقرر. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع، نشوفها يلا. سوبر كورة، الأهلي يبحث عن جناح أيسر للفريق بديلا لرمضان صبحي. 1-3 مصدر بالنجم يكشف حقيقة طلب تغيير ملعب مباراة الأهلي. الوطن سبورت، تقارير تونسية، النجم الساحلي يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة الأهلي. صدى البلد، رعب في الأهلي بسبب تكرار الإصابات. موقع مبتدأ، الزمالك يفاوض أحمد فتحي. 1-3 تفاصيل مفاوضات الأهلي مع ظهير بيراميدز. نبتدي بسوبر كورة. سوبر كورة قالت ايه؟ قالت ان الاهلي يبحث عن جناح ايسر للفريق بديل رمضان صبحي. اما بيقولوا يعني طب ماشي في متن الخبر كده عشان برضه نعرف حضراتكم، بيقولوا الاهلي هيبحث ازاي؟ بيفكر في كهربا وبيفكر في طاهر محمد طاهر، ان في حاله ان رمضان يعني مشي من النادي الاهلي مع نهايه الموسم بعد ما اعارته تخلص، ممكن تشوف الاثنين دول يعني مين اللي يجي مكانهم، يعني برضه استنتاجات من واجتهادات من الصحفيين في الحقيقه يعني. هنشوف. 1-3 مصدر بالنجم يكشف
حقيقه طلب تغيير ملعب مباراه الاهلي. هم نفوا ان هم طلبوا تغيير ملعب رادس، كان بيقولوا ان ملعب الطيب المهيري اللي هو معقل فريق الصفاقسي هيكون، او الاخبار كانت طالعه يعني ان ممكن هو اللي يستضيف هذه المباراه، وان النجم الساحلي عايزين كده، لكن المسؤولين في النجم الساحلي نفوا الموضوع ده، والمباراه هتكون على ملعب رادس. يعني الوطن سبورت قالت ايه؟ تقارير تونسيه، النجم الساحلي يستعيد قواته الضاربه قبل مواجهه الاهلي، عندهم كان بعض الاصابات كده وهيرجعوا خلال المباراه دي طبقا للتقارير برضو التونسيه. بيقول لك مين؟ محمد الامين بن عمر، طبعا لاعب وسط جامد جدا، كان عنده رباط صليبي وشفي من الاصابه وبيعود لصفوف النجم الساحلي. عندهم كمان سليماني كوليبالي لاعب الاهلي الهارب واللي خلاص هيشارك ايضا في هذه المباراه طبقا للتقارير، وعندهم ياسين الشخاوي ايضا من اللاعبين المميزين بيعودوا. يعني اذا بيكتملوا او صفوفهم بتكتمل، في المقابل انت صفوفك يعني للاسف بتنقص بعض الاصابات، لكن ان شاء الله هنتعامل مع الجزئيه دي باذن الله. كل الثقه في الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله. نروح لمبتدا، الزمالك يفاوض احمد فتحي. ماشي، يعني امر طبيعي، يعني لو الزمالك بيفاوض احمد فتحي مين ما يتمناش احمد فتحي في فريقه؟ يعني احمد فتحي لعيب كبير وتاريخ كبير جدا وقدرات صعبه تتعوض في الكره المصريه يعني. لكن نقدر ناكده لحضراتكم ان احمد فتحي بيرغب بشكل كبير جدا ان هو يكمل مشواره مع النادي الاهلي. الملف يعني هيتفتح خلال الفتره اللي جايه وهيخلص سريعا، لان الرغبه عند النادي الاهلي والرغبه عند احمد فتحي في الاستمرار داخل القلعه الحمراء، وهيخلص الموضوع قريب واللاعب مكمل. واحنا بناكد لحضراتكم باذن الله احمد فتحي مكمل مع النادي الاهلي. الحاله الوحيده اللي ممكن يمشي فيها ان النادي الاهلي ما يكونش عايز احمد فتحي، وده هيبقى طبيعي لاي لاعب في الدنيا يعني. 1-3 تفاصيل مفاوضات الاهلي مع ظهير بيراميدز، الكلام ده مش حقيقي. مقصدهم على مين؟ على رجب بكار؟ مفيش الكلام ده خالص، مفيش مفاوضات مع رجب بكار. انت عندك احمد فتحي في المكان ده وعندك محمد هاني، وحتى لو بتفكر في رجب بكار مش هيجي في يناير لاكثر من سبب، ان اللاعب بيلعب مع بيراميدز في الكونفدراليه، وان انت اصلا كمان عندك لاعبين في المكان ده دلوقتي، فمش عارفين بعد نهايه الموسم ايه اللي ممكن يحصل، لكن في يناير مش هيجي الكلام ده خالص يعني. الاخبار المحليه والعالميه نشوف يلا. اليوم السابع، البدري يرفض ضم بديل لمحمد صلاح لمباراتي كينيا وجزر القمر. موقع الكابتن، الشحات جاهز للمشاركه مع الفراعنه امام كينيا. بطولات، رئيس طنطا يكشف حقيقه منع مهاجمه من الانضمام لمعسكر كينيا قبل مواجهه مصر. بوابة أخبار اليوم، شوقي غريب، الفوز على الكاميرون ضروري لهذا السبب. مدافع منتخب مصر الأولمبي، تعاهدنا على الفوز ولعب كرة جميلة. يلا كورة، سونج، الفوز على مصر ليس بالمستحيل وصفوفنا مكتملة. في الجول، لاعب الكاميرون، هدفنا لن يتحقق سوى بنتيجة إيجابية ضد مصر. بوابة الوفد، مدرب مالي، ضغط المباريات سبب خروجنا من أمم أفريقيا تحت 23 عاما. بوابة الأهرام، الجنيني لمسؤولي أندية القسمين الثاني والثالث، اتحاد الكرة يعاني من أزمة مالية. موقع كورة، مراتا، حطمت هاتفي لهذا السبب. سبورت 360، كونتي يأمر بالتعاقد مع نجم روما يفضل في صفقة تبادلية. طيب، اخبار محليه وعالميه كتير جدا معايا، بس انا عايز اروح لفاصل لان معانا ضيفنا العزيز النهارده الاستاذ عبد المنعم فهمي. بعد ما ينضم لينا في الاستوديو هنتكلم في كل التفاصيل الخاصه بالكره المصريه بشكل عام بالاخبار المحليه والعالميه اللي معانا. استنونا بعد فاصل. الاستاذ عبد المنعم فهمي، الناقد الرياضي الكبير، ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا استاذ عبد المنعم، اهلا بيك. اهلا بيك و نورنا وسعيد بيك. ربنا يخليك. لحاجات كتيره جدا، اخرها الجائزه اللي تستحقها. بشكرك، شكرا. وده شيء يدل على تميزك، وان كلامنا عنك ما كانش كلام كده في الهواء، لا ده كلام موثق بجائزه الدوله بتديها، وان شاء الله للامام دايما ان شاء الله. الحمد لله. انا بشكر حضرتك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، يعني الجائزه دي اكيد دافع للي جاي باذن الله تعالى ان شاء الله. عندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها،
تحب نبتدي بايه؟ زي ما انت عايز، ملفات كتيره فعلا، فسيب لك الحريه ان احنا نتكلم في اللي طيب انت عايزه. طيب نبتدي بالمنتخب الاولمبي لان ده التحدي الابرز والاهم دلوقتي على الساحه الرياضيه المصريه. وفوزين متتاليين وتاهل رسمي، لسه اول مجموعه وثاني مجموعه تحدد بكره. رايك ايه في شكل المنتخب والنتائج الماتشين دول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بكره يمكن من المرات النادره اللي يبقى عندنا مباراتين رسميتين في يوم واحد. فطبعا اتحاد الكره دلوقتي ايه، مين يروح دي ومين يروح دي؟ خلي بالك ناس مش واخده بالها من الحته دي. فمعلوماتي بتقول ان الدكتور جمال محمد علي هيروح منتخب اول، والدكتور والاستاذ عمرو الجنايني هيروح منتخب اولمبي. المنتخب الاولمبي ده على حسب اهميه كل مباراه والمؤازرة. يعني لا هي كده بس اختيار كده وخلاص. حبيت اعرف حتى اشمعنى يعني المفروض يحصل العكس. لا ده هو كده الاثنين ما فيش اي مشكله خالص يعني. طيب هقطع حضرتك معلش عشان معانا مداخله مهمه. اتفضل. بعد كده نستفيض في حديثنا. نروح سريعا للاستاذ قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي. يا استاذ قيس اهلا بيك. مساء النور. اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بجميع المشاهدين. تونس اخبارها ايه؟ بنحب تونس برشا في الحقيقه يعني. حتى احنا بنحب مصر برشا. احنا بلاد واحده تونس ومصر. طبعا اكيد دايما. يعني عايزين نسال حضرتك بخصوص ميعاد مباراه الاهلي والنجم الساحلي، وفي انباء ترددت خلال الساعات السابقه ان النجم بيرغبوا او نادي النجم بيرغب في تحديد ميعاد اخر بدل يوم 29 يبقى يوم 30. حقيقه الموضوع ده ايه؟ اي هو تقدم النجم مطلب رسمي للاتحاد الافريقي باش نأجل المقابله 24 ساعه. على خاطر عنا المقابله مع الاتحاد الانجليزي نهار 25 نوفمبر، طلبنا تأجيل المقابلة 24 ساعة، استناو في الرد من الاتحاد الافريقي. وشفنا الاهلي زاد معناتها عنده مقابلة زاد نهار 25 كيف، والاستاذ سيد عبد الحفيظ كان فرح بكون النادي الاهلي ما يراش مانع باش يأجل المباراة 24 ساعة. يعني تواصلتوا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سيد عبد الحفيظ وافق؟ احنا ما حكيناش مع هو كيف سمعها وافق معناها. قال ما عندناش حتى مشكل معنا. تمام كويس. فانتوا في انتظار موافقه الاتحاد الافريقي صح كده؟ احنا في انتظار رد من الاتحاد الافريقي. طيب الاسباب ان انتوا عايزين تاجلوا المباراه 24 ساعه اسباب بخصوص ايه يعني؟ كما قلت لك احنا باش نجيبوا مقابله نهار 25 يعني باش ناخذوا نهار زايد باش اللاعبات تنجم تسترجع يعني اللياقه بتاعتها. طيب الملعب بشكل نهائي هيكون رادس صح مش الطيب المهيري؟ لان برضه بعض الاخبار خرجت ان النجم بيرغب في تغيير الملعب بدل رادس يبقى ملعب الطيب المهيري. لا الملعب مش يكون ملعب رادس، الملعب مش يكون ملعب رادس. طيب عايز اسال فيما يتعلق بموضوع عدم ترشح بعض الاسماء لرئاسه نادي النجم الساحلي وبعض المشاكل الاداريه اللي بنسمع عنها بخصوص النادي، هل ده ممكن يؤثر بشكل او باخر على الفريق واخر التطورات بخصوص موضوع رئاسه نادي النجم الساحلي يعني؟ والله هو البارح كان اخر اجل لتقديم ترشحات لرئاسه النادي، ما تحطت قائمه يعني. اليوم اجلنا الجلسه العامه باش نعلنوا على جلسه عامه في الايام القادمه. بالنسبه للمشاكل ممكن باش تاثر، طبيعه تاثر خاطر تعرف اللي اذا الفريق فيه مشاكل اداريه هذا باش يحاول تاثرها. ما احنا قايمين بمجهوداتنا باش نحيطوا باللاعبين وبالاطار الفني باش الوضع هذا ما ياثرش على المردود نتاع اللاعبين في المقابله. وتعرف ان النجم فريق كبير والحمد لله اللاعبين نتاعنا لاعبين اصحاب خبره ويعرفوا يتجاوزوا الصعوبات هذه باذن الله. طيب عايز اتكلم فيما يتعلق بعض اللاعبين اللي ممكن يشاركوا في مباراه الاهلي بعد غياب بسبب الاصابه، يعني مثلا محمد الامين بن عمر سليماني كوليبالي موقفهم ايه؟ هل هيقدروا يلحقوا مباراه الاهلي ولا الموضوع لسه مش اكيد يعني؟ بالنسبه لمحمد امين بن عمر نتصور ينجم يلعب على خاطر خذا الضوء الاخضر من الاطار الطبي باش يلتحق بالتمارين بصفه عاديه. انت والجاهزيه نتاعو اذا هو يكون جاهز على المستوى البدني ينجم يشارك في المباراه. وبالنسبه لكوليبالي انت تعرف اللي فما فتره انتقال في تونس تبدا من نهار 1 ديسمبر. احنا طلبنا من الاتحاد التونسي باش يعمل استثناء علشان الاتحاد الافريقي سمح لنا باش نضيفوا لاعيبه في القائمه الافريقيه قبل الخوض في دور المجموعات. مازلنا نستناو في الاجابه من الدوري من الاتحاد التونسي على خاطر اللاعب لازم يكون مؤهل في تونس باش نجموا نأهلوا على المستوى الافريقي. طبعا اكيد. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النادي النجم الساحلي. اذا المباراه
بنسبه كبيره جدا طبقا للمعطيات وطبقا لتصريحات الاستاذ قيس ان المباراه هتكون يوم 30 في انتظار موافقه الاتحاد الافريقي. وفي المقابل النادي الاهلي وافق من خلال تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ وتواصله مع المسؤولين او تواصل المسؤولين في النجم الساحلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. الملعب ملعب رادس خلاص بشكل نهائي كده. هنشوف الاتحاد الافريقي هيوافق المباراه تبقى يوم 30 ولا هتستمر في ميعادها الاساسي هو يوم 29. مداخله كانت مهمه وتاكدنا من بعض المعلومات الهامه كمان يا استاذ عمرو. بالظبط. وكمان طالما في موافقه للطرفين فاظن الامور تبقى سهله يعني. بالزبط. مفيش مشكله طالما الطرفين موافقين فخلاص الاتحاد الافريقي ما فيش ازمه ان هو وافق على الميعاد الجديد يعني. طيب نرجع بقى لمرجعنا واللي هيحضر مباراه مصر الاول. مصر الاول هو جمال محمد علي وعمرو الجنايني هيحضر منتخب اولمبي. انت سالتني عن المنتخب الاولمبي. يعني ما اظنش ان في حد في مصر شاف المنتخب الاولمبي مستواه وراضي عن مستواه الا في يعني الشوط الثاني فقط الماتش الاخير. بالزخم اللي عمله رمضان صبحي يعني برضو خلينا ما نقولش ان المنتخب الاولمبي كله كويس. رمضان صبحي انا مش هجامله. رمضان صبحي عامل مباراه ولا اروع. الشوط الثاني رائع جدا يعني. خلي بالك رمضان صبحي في المباراه الثانيه حسيت ان رمضان صبحي ده اللي قبل فتره الاحتراف قبل فتره مش الاحتراف انا مش هقول احتراف قبل فتره جلوسه على دكه الاحتياطي في الدوري الانجليزي. يعني شفت رمضان صبحي بشكل جديد. شفت رمضان صبحي وكان في حد قايل له انت تمتلك من الامكانيات اللي تخليك احسن من كده 20 مره. وطبعا في ناس بتتكلم تقول شوقي غريب هو اللي عامل ده. لا طبعا الكلام ده مش صحيح. اللي عامل الكلام ده صحيح طبعا. اللي عامل الكلام ده هو رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي هو اللي عامل ده. لانه خلي بالك الناس لما تيجي تقارن ما بين رمضان صبحي ايام لاسارتي وايام صبحي ايام في الدوري الانجليزي وتيجي تشوف الدوري الانجليزي في دكة الاحتياطي هناك وتشوف رمضان صبحي دلوقتي الامر مختلف تماما. رمضان صبحي اول مره نشوفه بيجيب اجوان. مش يعني هو قليل الرغبه في احراز الاهداف. لا حاليا اصبح عنده رغبه في احراز الاهداف. عنده رغبه في ان هو كمان يصنع. عنده رغبه يعني رغبه عارمه في ان هو يكسب ويطلع ويبقى افضل مما كان. شفت الحمية بس انا باخد عليه حته اللي هو ايه الزعيق شويه والنرفزه في الملعب والحماس الزياده. حماس زياده حماس زياده بعد الهدف انت بتجيبه. لا انت قائد. خلي بالك انت قائد الفرقه يعني. انت المفروض ممكن نفس خبراتي ممكن تبقى قليله شويه عشان سنه يعني ولا هو لازم يتعلم الحاجات دي. انت قائد والقائد لازم دايما يكون هو ايه في موقع كده في رزانه شويه. انت جبت هدف ما تفرحش الفرحه الطاغيه دي. حاول تركز فرقتك. حاول انك انت تسحب لعبتك الى انها تحرز هدف ثاني وثالث وتركزها بدل ما تخليه في حاله من التنشنه. خلي بالك المنتخب الاولمبي انا شايف انه في عناصر فقط هي الفارقه فقط في المنتخب الاولمبي. ومفيش حد يقول لي خطه ومفيش حد يقول لي ده براعه. مش حد اللي يزعل يزعل. مش عاجبك خطه؟ لا مش عاجبني. مش عاجبني القياده نفسها بتاعت المنتخب الاولمبي. القياده في فرق ما بين القياده مش عاجبني والخطة. القياده مش عاجبني الاشخاص. مش عاجبني طريقه القياده في المنتخب الاولمبي لان انا حاسس ان المنتخب الاولمبي عنده من الامكانيات الكثير ولكن لم يجد ال 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 الانصهار الكافي. لم يجد ال 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 الدماغ اللي تخليه يبقى احسن من كده. لو عنده احسن من كده خلي بالك اللي حصل في الشوط الثاني قدام غانا ده امكانيات لعيبه. اوعى تقول لي امكانيات مدير فني. انا ده كلام على مسؤوليتي الشخصيه. تمام اوكي. البعض يقول لك ان تغييرات الكابتن شوقي غريب نزول عبد الرحمن مجدي وان الملعب اتعدل يعني لما نزل عبد الرحمن مجدي مكان صلاح محسن بيلعب في مكان مش مكانه ولا عدلته اصلا. كمان ان هو الملعب تكتيكيه وكل الملعب اتغير خالص لما رمضان صبحي هو اللي اتغير وشكله اتغير وستايله اتغير والحماس عنده كتر وعنده رغبه انه يعمل حاجه مع المنتخب الاولمبي. ده كان عنصر رقم واحد. نمره اثنين توفيق احمد فتوح في اوفراته في اللعب الكويس اللي هو بيعمله. نمره ثلاثه اللاعب الثالث اللي شايفه رقم ثلاثه في المنتخب مصطفى محمد. لعيب هايل. لعيب بيفكرنا بعمرو زكي فعلا في ايام يعني ايام ما طلع وباذن الله يكون يعني بعد كده رافد ليه انه يكمل. خلي بالك مصطفى محمد لما تتكلم عليه لازم تديله حقه وتقول له انت يعني الراجل ده ما كملش 23 سنه حوالي 21 او 22 سنه. يعني اقل من 23 سنه بيلعب في الدوري المصري من حوالي خمس سنين او ست سنين. يعني هو بيلعب في الدوري المصري وعنده 18 سنه. لعب مع طنطا الاول. طنطا ولعب مع الجيش واظن كذا فرقه لعب معاها واثبت جدارته واثبت انه هداف قدير. وخلي بالك السنه دي كان برضه هيمشي من ناديه. كان هيطلع هيخرج اعاره لكن زي ما حصل من السنه اللي فاتت لكن وقعد في اللحظات الاخيره. ده ياكد لك برضه ان احنا ما عندناش العين الكويسه اللي تخليك تختار اللاعب
يقعد امتى ويمشي امتى ويجي امتى. لو بصينا كمان من ناحيه اعمق واشمل وانت لو نظرت معايا بص معايا في الكوبايه الفاضيه مش المليانه، المنتخب الاولمبي كله مفيش لعيب فيهم اساسي في فرقته الا من النادر جدا، معظمهم منتخب اعارات خلي بالك، ودي جزئيه خطيره جدا. بس لما بيطلع اعاره بيلعب اساسي. انا بتكلم على فرقته، يعني انا لما اعير لاعب يا اما زياده عندي يا اما هذا اللاعب انا مستني لما يثقل مهاراته ويثقل امكانياته الفنيه والبدنيه ويرجع لي مره ثانيه، انما هو لو عنصر فعال مش هيتساب. فتلاحظ ان اللعيبه معظمها لعيبه مش فيرست او مش اللعيب الاساسي في فرقته. وده ياكد لك معلومه ان برضه احنا عندنا معاناه في الانديه المصريه، انها ان احنا ما عندناش قصة انك انت تصبر على اللاعب، قصة انك انت تدي اللاعب فرصته، قصة الناشئين والصرف على الناشئين، قضية كبيرة جدا، قضية خطيرة جدا. ما عندناش القصة دي، عندنا دلوقتي اللاعب الجاهز، اللاعب اللي بتشتريه ب 20 و 30 و 40 مليون و 50 مليون جنيه، 50 مليون جنيه، واللاعب اللي بيتجهز في فرقة تانية يعني متكسب من ورا. تخيل محمد عبد العاطي وادي دجلة طالب فيه منه، طالب فيه 50 مليون جنيه، ايه كرامات محمد عبد العاطي اللي طالب فيه المبلغ ده؟ ايه كرامات اي لاعب محلي؟ الزمالك بيرغب في التعاقد معاه صح؟ نعم الزمالك بيرغب في التعاقد مع اللاعب، بيرغب في التعاقد معاه واجل الصفقه لانه المبلغ كبير جدا. هو فعلا 50 كبير. مليون جنيه. ما هو انت برضو انا لما اجي اتعاقد مع اي لاعب المفروض في كل الدول المتقدمه الدوريات الاوروبيه والدوريات المتقدمه بتعمل ايه؟ حضرتك عارف ان في موقع اسمه ترانسفير ماركت ومواقع اخرى بترصد امكانيات اللاعب الفنيه اللي بتظهر من خلال ارقام والبدنيه من خلال يعني معدل سرعات ومعدل جري ومعدل وكمان معدل السلوك من خلال الانذارات من خلال الطرد اللي بياخده والامكانيات البدنيه بيظهر من خلال مشاركاته برضه. يعني بتشوف مثلا 90 دقيقه بيلعب 360 بيجيبه بالدقائق عدد مبارياته، فبالتالي تستطيع تقييم اي لاعب من خلال هذه المواقع غير تقييمك الفني غير نظرتك الشخصيه غير السيدات اللي بتتعمل. فبالتالي كمان الدول المتقدمة بتعمل ايه؟ بتراقب اللاعب لمدة مثلا حوالي شهر شهرين ثلاثة، وفي ناس بتستمر سنة. بالزبط. يعني محمد صلاح عشان يحترف في الدوري الإنجليزي سنة كاملة، سنة كاملة يراقبوه بيراقبوه عشان يوصل للدوري الإنجليزي أو يوصل حتى لما احترف في سويسرا. مش يعني ايه الحكاية، مش حكاية إن أنا عايز اللاعب ده. ريال مدريد وبرشلونه بيقعدوا سنتين كمان يتفرجوا عليه. بالظبط كده، احنا ما عندناش الكلام ده، ما عندناش القصه دي. فبالتالي يطلع اللاعب من عندك يعني، وكمان ما عندكش انت عايز دلوقتي المنتخب الاولمبي برضو الجزئيه اللي ممكن اقول فيها مثلا معذور فيها شوي غريب فيها ايه؟ انه ما عندكش منتخب ناشئين حصل على بطوله ولا وصل لاي دي بطوله، حاجة سلبية. فدي فعلا. مشكله كبيره بالنسبه لك. منتخبات الناشئين ما فيش خالص. منتخبات الناشئين في مصر حاليا او فرق الناشئين في مصر كلها عباره عن ديكورات مع الاسف الشديد، والكلام هذا الكلام اقوله على مسؤوليتي الشخصيه. كله ديكورات. هات لي لعيب طلع في اي حته في الدوري المصري لعيب من ابناء النادي مش من ابناء النادي، قليل جدا من ابناء النادي. يعني رمضان صبحي احد افرازات النادي الاهلي القليله اللي ظهرت في السنوات الاخيره. بس في اكتر من واحد برضه يا استاذ. انا يعني انا محمد هاني مثلا. بص في محمد هاني، في سعد سمير، في ناس كتير. بس انا بتكلم على السنوات الاخيره. اخر 3-4 سنين. تمام. مش من 10 سنين. لا لو من 10 سنين هنعد كتير. بالظبط. فمش بتكلم على الاهلي بس، بتكلم على الاهلي والزمالك والاسماعيلي. ده الاسماعيلي اللي كان مفرخه للاعبين ما عندوش لعيبه دلوقتي خالص. اي نادي حاليا في مصر بيعتمد على شراء اللاعبين وبرغم انه عنده قطاعات ناشئين؟ طب انت عندك قطاع ناشئين بتعمل ديكورات. ومع الاسف الشديد قطاعات الناشئين في الانديه سبوبه. انا الكلام ده على مسؤوليتي واللي بمعنى ايه طيب؟ سبوبه. يعني دلوقتي مثلا اي نادي من الانديه عنده قطاع ناشئين من ال 19 سنه ومن ال 20 سنه لغايه مدرسه الكوره. تمام. عنده لعيبه معتزله يشغل اللعيبه المعتزله، كفاءه مش كفاءه كله شغال وكله بياخد مرتبات وكله ايه تمام التمام. طيب اللعيبه اللي بتختبر دي ما فيش لعيب بيختبر اختبار الجدي او اختبار الحقيقي، لا اختبارات صوريه فقط، واللي عايزه مجلس الاداره بيحصل. بمعنى لا بمعنى ايه يعني؟ بمعنى بص يا سيدي، لو كان القصه كلها في الاجهزه الفنيه واختيارات اللاعبين تمام التمام وفل الفل. انما اللي بيختار اللعيبه مجالس الادارات، وهذا الكلام على مسؤوليتي. من الاختبارات؟ من الاختبارات نفسها. يعني يقول له بقول لك ايه، انت اختار 7 لعيبه والباقي عليا انا مالكش دعوه بيه.
واسطه بقى من مجلس الشعب، واسطه بقى مش عارف من فلان العلاني، واسطه حبيبي. بس يعني خلينا نقول بعض الانديه يا استاذ عبد المنعم، انا بقول معظم الانديه، ما قلتش كده، بقول لك معظم الانديه في الدوري. اصل النادي الاهلي مثلا انا كنت بنزل كتير الاختبارات اشوف، يعني كنت مراسل مثلا بنزل اشوف واعمل لقاءات هناك وكده. لا، الاختيارات كانت بتبقى بناء على المدير الفني او الراجل اللي بيبقى قاعد بيتابع بيختبر. يعني انا بكلمك لو اختار، لان الاختبارات في الاهلي في الحقيقه صعبه، مش فيما هو يحدث في معظم انديه الدوري المصري. واللي هيجي يتكلم معايا يقول لي لا كلامك مش صحيح، وريني الافرادات اللي عندك، وريني الناشئين اللي انت طلعتهم، وريني الناس، القصه اللعيب الدولي او اللعيب اللي يبقى نواه لعيب دولي، وريني. مش هتلاقي، مفيش، كل الانديه بتاخد من بعض. طيب هو في الانديه عامله جمعيات، يعني ايه عامله جمعيات؟ مدير فني ما اسمها الجمعيه. يعني مدير فني معاه 7-8 لعيبه، يخلص السنه دي عقده يخلص، ياخدهم هم يروحوا النادي الثاني. فالقصه كلها احنا دي قضيتنا، دي القضيه الاساسيه يا استاذ امير، اللي هي ايه؟ الاهتمام بقطاعات الناشئين واختيار من هو صالح لاختيار اللاعبين، مش مجرد ان انا ابيع استماره ب 30 جنيه او 40 جنيه او مجرد ان انا ادخل لاعب اقول له امشي شويه امشي شويه بكره انا اكلمك. ما هو في لعيب، ما هو في لعيبه كثيره جدا لما تيجي تكلمها تقول لك ده انا كنت في النادي الفلاني ومشوني، كنت في الحته الفلانيه ومشوني، كنت في الحته، هم مش مشوك، هم ما شافوكش اصلا، ما شافوهوش عشان يمشوه. انا لما بشوف كويس، يعني اقول لك على حاجه، انا قريت كتير جدا في قطاعات ناشئين الاهلي، كنت اشوف ان ابو الانديه كان احمد ابو الانديه كان مسمينه ابو الانديه او ابو الاشبال في النادي الاهلي. كان زمان بيشوف اللعيب مرة واثنين وثلاثة واربعة. تلاقي النادي الأهلي أيام جيل التلامذة وجيل شخصية معينة يعني؟ لا، ده كان في، بس مش ناسي اسمه أبو الأشبال، كان في النادي الأهلي الفترة كابتن أحمد، أحمد ماهر؟ غير أحمد ماهر، في حد تاني. كان ده من 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 مميزاته، إنه يكتشف اللعيب وما يسيبهوش لو في 15% 20% مثلا من مهارات هيجي مع الوقت فبيجي. أنا أخدت وقت كتير في القصة دي صح؟ لا بس هو طبيعي ان احنا نجر القصه دي، احنا بنتكلم على اداء المنتخب الاولمبي. هقول لك على حاجه بسيطه جدا. انا رحت السويد، وفي ولد بيحكي لي بيقول لي انا بلعب في نادي نادي معين، فبيقول لي انا جيت من البلد مصطفى مهاجر. حسين ابو الاشبال. ايوه هو ده، الله ينور عليك. فانا بيقول لي انا جيت من بلدنا ونفسي العب كوره، ما بعرفش العب كوره. راح نادي معين قال لهم انا عايز العب كوره، عارف عملوا ليه؟ مش قالوا امشي وامشي ما نشوفش وشك، خدوه. طب ما عندكش فكره، ما عندكش فكره ومش عارف مين ومين. المهم خدوه، عشان نختصر بس القصه، خدوه ومرنوه ولعبوه، وحاليا بيلعب في تحت 18 سنه. يعني بقول لك يا دوب عنده مهارات، عملوا لعيب كوره، عملوا منه لعيب كوره. دي بقى مهمه اجهزه الناشئين، مش مجرد جهاز موجود في حته وخلاص. ما دي قصتنا، ان انا عايز اجي من فلاني بجيبه الحته الفلانيه. وده ما المنتخب الاولمبي ايه؟ هو عباره عن لعيبه ظاهره من الناشئين، لعيبه المفروض تحت 23 سنه، يعني المفروض لعيبه تلعب في المنتخب في الفرق الاولانيه بتاعتها، انما اللي بيلعب في الفرق الاولانيه بتاعه قليل جدا، نمره 2 معارين، لان الانديه مستكفيه او بتفضل عليهم لعيبه ثانيه. طيب. دي الجزئيه اللي حبيت اتكلم فيها. حلو. ودي جزئيه سلبيه انا مش شايفها ايجابيه يعني. تمام. انما الاداء في الشوط الثاني، لا اداء رائع. وخلي بالك تقدم غانا هو اللي خلى المنتخب كده، خلي بالك كده. لو غانا كنا احنا اللي متقدم وغانا تتعادل كان ممكن الامر يتغير، لكن دي امكانات لعيبه وقدرات لعيبه، وامكانات لعيبه كانت محتاجه صقل اكتر من كده عشان تدينا احسن من كده، لان حاليا من افضل المنتخبات اللي حلو. ظهرت على الساحه حاليا. حلو يا استاذ امين. طيب ما لو هو امكانيات لعيبه او هي امكانيات لعيب، ليه امكانيات اللعيبه دي ما ظهرتش في ماتش مالي بالشكل اللي احنا شفناه في الشوط الثاني؟ هل احنا كده هنرجع بقى للنقطه للاداره الفنيه مثلا من وجهه نظرك، ولا القصه فين يعني؟ القصه ان انت امكانياتك الفنيه كويسه. حلو. مع الاسف الشديد الامكانيات الموازيه ليها، وهي الاداره الفنيه جيده للغايه، جيده للغايه، ولكن هناك امور اخرى اختلفت في كره القدم، امور اخرى لم تعد مقصور على اننا بفكر القديم، في افكار جديده متطوره، في افكار كثيره حديثه، وده اللي حاصل في كره القدم. والمفروض المدير الفني يذاكر، المفروض الفني يطور نفسه. انا شايف ان الجهاز الفني المنتخب الاولمبي حاليا كانت مهمته الاساسيه في فترات الاعداد والتحضير كانت تغيير مراكز اللاعبين بصوره ادت الى امور عكسيه تماما، وشفنا الامور عكسيه حصلت في المباراه. يعني صلاح محسن بيلعب في غير مركزه، صح. عمار حمدي بيلعب في غير مركزه، فبالتالي انت ما شفتش اللعيبه في مستواها الطبيعي الا اللعيبه اللي لعبت في مراكزها وهي عندها رغبه انها تعمل حاجه لمنتخب مصر، وعندها استعداد نفسي وعندها استعداد. خلي بالك مصطفى محمد
ايه اللي مخليه في قمه المستوى الفني؟ ان هو عايز يؤكد ان هو كانت اعاراته قبل كده كانت اعاراته مش تمام، وخلي بالك في انتظار ليه من المنتخب الاولاني رمضان صبحي حاجات كتيره جدا بالنسبه له، عايز يثبت وجوده في المنتخب ان هو هيقود، ولما يقوده للاولمبياد بحاجه كبيره جدا، وعايز ياكد للناس انه فايلر خلي بالك عمل منه او اعاد اكتشافه مره ثانيه، وده شيء يحسب للنادي الاهلي ولا يحسب لاحد اخر. لكن عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان المنتخب الاولمبي انا طبعا لا اقدح ولا ازم في اي حد من افراد الجهاز الفني، ولكن انا بقول ان اللي حصل ده طفره فنيه سببها اللاعبين انفسهم، واتمنى ان يحصل عكس المباريات التاليه واشوف. طب انت لو سالتك انا سؤال، لو سالت المشاهدين سؤال، ايه الخطه اللي كنا بنلعب بيها؟ معرفش ايه الخطه ده اتقال ان الخطه اللي في المباراه الاولانيه مش هي الخطه في المباراه الثانيه. طب ايه اللي خلاك تتغير الخطه في المباراه الاولانيه طالما اللاعبين كسبوا في المباراه الاولانيه؟ ايه اللي حصل في المباراه الثانيه؟ فامور حتى تحس ان الامور التبريرات مش منطقيه. نعم، الخطه في الثلاث اشواط الاولانيين، المباراه الاوليه والشوط الاولاني في مباراه غانا هي الشوط الثاني، بس الدنيا اتعدلت، نزلت باحمد ياسر ريان، لعبت باثنين مهاجمين مش عارف ايه الكلام من ده، جاب يعني اتى بثماره، يعني التغييرات في الحقيقه اتت بثمارها. ما هو اتى بثمارها لانك انت عندك اللاعبين وعندهم الدافعيه يعملوا ده، وعندك لاعبين صنعوا الفارق اتصنع اصلا من لعيبه عايزه تعمل ده. طيب المطلوب ايه من المنتخب الاولمبي؟ من الجهاز الفني قبل مباراه بكره وعشان نحقق اهدافنا؟ الجهاز الفني انه يركز تركيز كبير جدا ان كل لاعب يلعب في مركزه، ويحفظ كل لاعب واجبات مركزه، ويحفظ كمان اللعيبه بتوعه امكانيات المنافس جيدا. خلي بالك انا بحس ان اللعيبه بتستكشف المنافس في المباراه نفسها، يعني اللعيبه بتستكشف المنافس، اللعيبه مش عارفه المنافس. يعني خلي بالك غانا لولا تراجع غانا في المباراه احنا ما كناش كسبنا، ده غانا هي اللي اديتك الفرصه انك انت تكسب في الشوط الثاني. هو غانا راحت باي هجمات في الشوط الثاني؟ دي غانا لو بتلعب على الهجمات المرتده ولو عندها الرغبه في المكسب او الرغبه في انها تحافظ على مكسبها كانت وافقت، انما ربنا اداك الفرصه ان الفريق المنافس عامل ايه معاك؟ متراجع. ودي وانت بتلعب على ملعبك وسط جمهورك هتعمل ايه؟ انت في نقطه فعلا الناس ممكن ما تكونش واخده بالها منها يا استاذ عبد المنعم، ان رمضان صبحي لو مش فيه دلوقتي وكان محترف بره ما كانش هينضم للمنتخب، لان انت عارف في ميعاد معين طبق الاجنده الدوليه للكبار المنتخبات الكبيره بينضم منها اللاعب او بينضم ليها. ده حظ شوقي غريب، ده حظ الكابتن شوقي غريب فعلا، حظ المنتخب ان هو بيصنع مع الفرق. خلي بالك انا عشان بس ما حدش يقول انت في قناه الاهلي بتتكلم على رمضان صبحي، انا اتكلمت على رمضان صبحي، اتكلمت على مصطفى محمد واحمد فتوح، وفي اثنين فيهم واحد فيهم بيلعب معار من الزمالك والثاني بيلعب في الزمالك. دول افضل ثلاث لعيبه في في المنتخب الاولمبي حتى هذه اللحظه، مستوياتهم بتفرق نفسهم بغض النظر عن اهلي وزمالك. الفارق الكبير جدا مع المنتخب الاولمبي، لو رمضان صبحي ما كانش في مستواه في المباراه اللي فاتت وكان مستواه عادي جدا كان الامور يعني مع الاسف كنا ممكن. الحارس محمد صبحي كويس برضه. كويس، وفي نقطه مهمه جدا، هو عنده ذكاء. يعني الكرة اللي هي انفرد بيها بعد غلطة محمد عبد السلام دي كان ممكن ياخد طرد فيها واتصرف فيها بذكاء، لانه خلاص انت الكرة مش في متناولك فخلاص خدها، فما تعملش فاول او ضربة جزاء ويبقى انت تطرد كمان تبقى في ازمة بالنسبة للمنتخب. طيب تتوقع التغيير في الشكل بكرة بالنسبة للمنتخب؟ عندك في لاعبين دلوقتي ما فيش لاعبين مش هيلعبوا اللي هم مصابين، اللي هم مين؟ ناصر ماهر مش هيلعب، ومين تاني؟ في لاعب تاني مش هيلعب معاه، في اثنين هم كانوا بيلعبوا 19 لاعب. الرغبه في الفوز لازم، خلي بالك لازم يكون عندك، لازم تفوز بكره لازم. خلي بالك انك انت عشان تلعب في استاد القاهره لازم تكسب، تكمل تبقى الاول في استاد القاهره، ولازم تبقى اول مجموعه، ما ينفعش تبقى تاني مجموعه انت في مصر هنا. خلي بالك احنا مش عايزين يحصل اللي حصل في البطوله الافريقيه. انا اتكلمت من يومين ثلاثه كده قلت جزئيه مهمه جدا، ان انا حسيت في ماتش غان ماتش اللي فات قدام مالي حسيت ان طريقه الاداء في المنتخب الاول تشبه تماما طريقه الاداء في المنتخب الاولمبي، حتى ما حسيتش فيه روح او ما حسيتش فيه اختلاف، حتى المديرين الفنيين نفس القصه هنا او هنا، حسيت ان احنا منتخبين، واحد بالكربون في سن واحد نسخه ثانيه في سن ثاني، ما حسيتش بالفارق، حسيت ان الاثنين بيلعبوا اللعب اللي ما حسسني ان في رغبه وفي دافعين انك تكسب، ودافعين ان عندك جمهور كبير مال استاد. اي نعم الجمهور كان مال استاد في الماتش الثاني وده دفع اكتر اللعيبه انها تعمل شوط ثاني ولا اروع، لكن في النهايه انت لازم احس بيك كمدير فني واحس باللعيبه كلاعبين، لان في النهايه لاعب واثنين وثلاثه موفقين في يوم مش ممكن يكونوا موفقين على الدوام. خلي بالك ودي تبقى الازمه الكبيره، ان انا لا اركز على رمضان صبحي ولا اركز على مصطفى محمد يبقى عندي بدائل في كل مكان. الاداره الفنيه من على الخط رايك فيها ايه؟
انا قلت هقول ايه تاني؟ انت قصدك عليها الاداره الفنيه. بص محتاجه صقل شويه، انا مش عارف حاسس ان الامور يعني انا بصراحه كده بتكلم على العصبيه، طريقه التوجيه بالنسبه للاعبين، هل ده ممكن بيأثر بيعمل ضغوط على اللعيبه؟ انا مش فاهم ايه سبب الدموع، يعني انا ما اعرفش يعني ايه سبب الدموع. كابتن شوقي غريب بعد غريب يعني. يعني انت لسه في الـ في الـ في, الـ في الجوله الثانيه، ما لما تكسب تعمل ايه؟ انت عيطت في انا مش عايز بس حد يعني مش حد ينقله الصوره ان انا بهاجمه، لانه خلي بالك انا اللي بنتقد كناقد رياضي الناس بتزعل. هو دوري ان انا ناقد رياضي، دوري ان انا انتقد الحاجات السلبيه، مش دوري ان انا اقول لك لا ده ما شفتش حاجه. لا انا بشوف والله شفت كذا حاجه سلبيه، شفت خمس سته من الدكه بيوجهوا، وده بيعمل بلبله عند لعيبه صغيرين. يعني وائل يوجه، شوقي غريب بوجه، علاء عبد العزيز بوجه، كل الناس بتوجه في الدكه. وانتوا بتوجهوا ليه؟ ما في مدير فني واقف، لما يقعد مدير فني يريح حد يروح بداله، انما كله بوجه. دي جزئيه سلبيه انا مش شايفها. برضو الجزئيه في التاخير وجزئيه ان انا اصليت ومش صليت، ما هو العشاء بتبدا الساعه 6 وثلث، الساعه 8 والماتش بيبتدي الساعه 8، ما لحقتش تصلي العشاء في 10 دقائق. بقى كل حاجه رد برضو يعني عشان محدش يزعل، يقول لك انا كنت بصلي يبقى كده مش هتكلم. انا 10 دقائق اللي بين الشوطين دول او ربع ساعه كان بيوجه اللاعبين، بيديهم بس ما تاخرش. المنظر مش حلو، المنظر مش حلو. حتى لو كنت في رحت مكه وجيت، المنظر مش حلو ان انا استنى الماتش يبتدي وداخل بقول في ايه ده ينفع ولا فيلم كوميدي والله. يعني في كل الاحوال، في كل الاحوال يعني نتمنى كل التوفيق لكابتن شوقي غريب طبعا. وانا اكره ان انا اروح متقل الاولمبياد خالص، بس احنا بناكد على الكلام ده. وافرح، وعلى فكره بعد المباراه ما خلصت كتبت وقلت ان الراجل عمل مباراه حلوه جدا في الشوط الثاني، لعيبه قدوا مباراه ولا اروع. رمضان صبحي رقم واحد، مصطفى محمد رقم اثنين، مصطفى واحمد فتوح رقم ثلاثه، خلي بالك اسيست رقم واحد في البطوله نفسها. ده حتى كريم العراقي يعني شايفه من افضل حسنات شوقي غريب. كريم عراقي كان باك يمين، كان بيلعب في المصري من 3 سنين، انا سمعت ان المصري كان استغنى عنه لعدم الصلاحيه. لما اشوفه بالشكل ده وبالجرأه دي في منطقه الجزاء يشوط الكور الجامده دي، لا يعني حاجه كويسه. طيب اروح سريعا للمنتخب الاول، شايف المباراه بكره ازاي وتوقعاتك للبدايه الرسميه بالنسبه للكابتن حسام البدري؟ هو في بادره كويسه جدا. انا بمعلوماتي اتقال لي من معسكر ان هو التكشيره فكت شويه، وفي ده اهم خبر والله يا جماعه. والله بقول لك ايه، استنى اهم خبر ده، هم كده حظهم حلو والله جدا بجد. والله احنا والله عشنا في التكشيره بتاعت الكابتن حسام بدري، سواء كناس بتتكلم ده خبر حصري، خلي بالك ده او كجماهير خلي بالك ده خبر حصري، خدوه عننا ان التكشيره فكت. ده فكت بناء ده على كلام رسمي، وبقى في تعامل مختلف مع لعيبه، بقى في تقدير للمكان اللي انا فيه. انا مش في نادي، خلي بالك يختلف حتى لو كنت في نادي ايه يختلف تمام. ده منتخب مصر هتمثل بلد كبيره جدا بحجم مصر، ما ينفعش اكشر فيها. انت بتكشر يعني انت بتمثل، خلي بالك الناس مش واخده بالها ان المدير الفني ده عامل زي ايه، يعني حاجه كبيره. يعني حاجه ماسك منتخب الوطني الاول لمنتخب مصر، فلازم مواصفاتك الشخصيه قبل الفنيه تكون رائعه طبعا. يعني انا لو مسؤول عن الكره في مصر، لما اجي اختار مدير فني اختار سيره ذاتيه رقم واحد اخلاق ومحترم، وفي نفس القصه أو في نفس التوقيت عنده مواصفات فنيه تتوافق معايا كمصر او كلعيبه عندي بالشكل ده. انما طيب. مشكلتي عندي انا ممكن اختار مدير فني عنده سوابق وجه، ما هو لا جري ما عنده سوابق بغض النظر بقى تم الحكم فيها ولا لا، ده عيب جدا يا جماعه. نختار مدير فني عنده سوابق، اختار مدير فني يتلائم اسمه مع اسم منتخب مصر، لانه اي صفه ليه غير حميده هتلصق مع منتخب مصر. طيب الاصابات هتبقى عقبه قدام كابتن حسام البدري بكره؟ يعني لا مش الاصابات، هو العندي عقبه قدامه، العندي نفسه عقبة. بمعنى ايه؟ بمعنى الناس مش واخده بالها انه السته بتوع بيراميدز اللي ما اتاخدوش، مش سبعه مش سته تقريبا، كمان سبعه اخليهم ثمانيه ولا لا لا يعني برضه يعني عدد برضه. الناس مش فاهمه ان هو حته عدم ضم لعيبه بيراميدز للمنتخب، ان ده يعني اجراء حصل انه بيراميدز رفض يضم اللعيبه عشان الاجنده الدوليه. لا لا يا جماعه، لا لا قصه مش كده خالص. ما ده في كلام رسمي وفي كلام تحت الرسمي. انا بقى هقول الكلام اللي تحت الرسمي. الكلام اللي تحت الرسمي ان في مشاكل بين حسام البدري وبين ممدوح عيد. في مشاكل فنيه او مشاكل نفسيه، ده جه بدل ده وتراشقات وحصل كلام من تحت الترابيزه ومناوشات بتحصل. طبعا الكلام ده هيتنفي، بس انا بقول لكم الكلام ده على مسؤوليتي. اللي حصل ان هو ممكن ايه المشكله، ممكن اوافق ان اللعيبه تجي لي حتى في الاجنده الدوليه، ما عنديش ازمه لو انا عايز كده. انما لا، ان ده عند ازاي انت تعمل كده، انا مش عايزهم خالص. طب انت احتجت اهوت محمد عماد دونجا، محتاجه بكره. حمدي فتحي اصيب، انت محتاج مين؟ نبيل دونجا. محمد عماد دونجا، انا بتلخبط ما بينه وبين دونجا بتاع الاسماعيلي، ما اعرفش المفروض يسموا حاجه ثانيه. الاثنين فالعندي ده خلي بالك وصل لمين؟ واصل لمجلس الاداره واللجنه المؤقته، وزعلانين من ده هم.
فعلا زعلانين طبعا من حاجه زي كده. اصل خلي بالك انت في النهايه انت لا تخدم نفسك ولا بتفكر في نفسك ولا بتفكر في نادي بيراميدز ولا بتفكر في حسام البدري. انت بتفكر في منتخب مصر. منتخب مصر لا قدر الله حصلت ازمه في المنتخب مش وارد. مش احنا مش في مره ايام برادلي خرجنا من قدام غينيا ولا مش عارف مش فاكر خرجنا اتغلبنا 3-2 في مصر هنا. فكل الامور وارده. طب ليه نحط نفسي تحت الاحتمالات؟ ليه انا ما يبقاش بيني وبين الانديه الثانيه بروتوكولات قويه ومعروفه وواضحه؟ لو اجنده دوليه خلاص اجنده دولية حقك انت ما عندكش ازمه. الاجنده الدوليه هو عنده ارتباطات افريقيه بس في نفس الوقت يعني ده ما فيهاش حاجه. انت مش بتستخدم اللعيبه في حاجه يعني بالظبط كده. يعني ايه المشكله ما تضمن المنتخب لما تيجي تقرا بين السطور هتلاقي في فعلا في عند مساله عند مين اللي هتاثر بالعند ده؟ المنتخب. طيب برغم انه تاثيره خلي بالك مش جامد قوي لانه خلي بالك اللعيبه معظمها مش بتلعب اساسيه بس في النهايه انا لازم يكون عندي رافد وخزين واحتياطي ما اعتمدش على اللعيبه الا بس. ما هو في لعيب ممكن لعيب تكتيكيا افضل من لعيب تاني برغم ان اللعيب الاولاني ده اللي اقل تكتيكيا مثلا يعني ممكن ما يقدرش الدور البدني مش عارف بالشكل الفلاني. كل لعيب له حساباته كل لعيب له شكل كل لعيب له ستايل وكل لعيب له اداء تمام. فالامر مختلف هنا. لازم اخلي بالي ان القصه دي ما ينفعش فيها امور شخصيه. لازم افضل مصلحه البلد ببروتوكول حقيقي ومنظم وواقعي واللي ما ياخدش بيه يتعاقب. مين مكان محمد صلاح بكره؟ والله الخيارات مش عارف الخيارات اللي عنده ممكن يكون بس خلينا في جزء محمد صلاح. خلي بالك انت لازم تتكلم عن محمد صلاح. اتفضل. محمد صلاح ذكي جدا. ازاي يعني كان ممكن ما يجيش لانه عنده تقرير طبي جاي من هناك فالكلام كان حلو كتير جدا. ده اولا مشكله ان هو مش عايز يجي تاني مصر ومشكلاته مع الجهاز مع اللجنه المؤقته ومشكلاته مش عارف مع مشكله الشاره يعني كويس ان هو جه قضى على كل المشكلات بس والجزمه اللي لبسها طبعا في رجله تبين لك ان هو لسه مصاب. بس لو يعني في قصص كتيره جدا بالنسبه لمحمد صلاح. محمد صلاح مع الاسف حتى انا كنت بتكلم مع بعض المسؤولين انه لا يعطى قدره من الاهميه ومع الاسف الشديد اصبح يهاجم بهجوم ناس كبيره كانت موجوده في اتحاد كره القدم وناس كانت موجوده وناس غير موجوده. يا جماعه احنا ما بنصدق يكون عندنا لاعب بهذا الحجم. طيب عايز اسال لاعب بهذه الاخلاق اللي مشرفنا وعامل شغل في الدوري الانجليزي عمرنا ما شفناه ولا هنشوفه الا بقى لما تحصل معجزه ثانيه ويطلع لنا محمد صلاح. طيب عايز اتكلم سريعا عن اتحاد الكره المصري وهل في خطوات خدوها بخصوص الفار ولا لسه طبقا لمصادرك ومعلوماتك؟ ما اظنش. يعني المغرب طبقوا الفار خلاص رسمي. ما طبقوا الفار لانهم عندهم استعداد يطبقوا الفار وعندهم امكانيات تطبق هذا الفار او عندهم. انت بتجريني لازم ترجعني فلاش باك. بس عايزين نتكلم فيها في جزء عشان عايز الحق سريعا اتكلم عن النادي الاهلي قبل ما وقتنا يخلص. عايز اقول لك على حاجه. الفار محتاج استعداد. انا ما عنديش استعداد. لو اتعمل فار هيبقى اتعمل فار مسلوق. فار مسلوق مش فار مسلوق عشان تفرق. فار مسلوق فبالتالي الفار المسلوق ده لن يؤتي باثاره الجيده للدوري المصري بل بالعكس هياتي باثار عكسيه. بس كنت اتمنى طالما مفيش فار يبقى في حكم الحكم المساعد اللي هو الخامس والسادس لازم يكون موجودين. بس ما كانش ليهم لازمه في الحقيقه يعني خامس وسادس لا ليهم لازمه في بعض الامور. ليهم لازمه كمان وبياخدوا فلوس كمان وما تنساش بقى في بياخدوا فلوس برضه. خلي الناس بدل ما هم قاعده كده ياخدوا فلوس. ماشي. الاهلي سريعا. الاهلي هيتاثر بغياب حمدي فتحي الفتره الجايه واستعداداته لمباراه الجونه. اكيد اكيد. حد دلوقتي حمدي فتحي عمل طفره في وسط النادي الاهلي. حمدي فتحي عمل في 16 مباراه في الدوري الممتاز رقم كبير 3 اهداف في ناس في نفس مركزه في اماكن كتير جدا. لعبت 400 مباراه 500 مباراه ما جابش الاهداف دي. حمدي فتحي من اللعيبه اللي خلي بالك انا كنت شاهد على كل لاعب ليه مميزات وعيوب بس خلي بالك اتاخر. انا بلوم النادي الاهلي اتاخر عن النادي الاهلي 6 سنين. كانت في مفاوضات معاه ايام دمنهور والمفاوضات كنت شاهد عليها واتقال لي ان فلان واتكلموا تمام تمت الامور لكن ما اعرفش ايه اللي حصل بعد كده. استنى 5-6 سنين. بس خلي بالك يبدو برضو انه حمدي فتحي لما كان في دمنهور مش هو حمدي فتحي اللي كان في بتروجيت او حمدي فتحي اللي بعد كده او كان في انبي. حمدي فتحي اتغير تماما وحمدي فتحي بقى عنصر مهم جدا والمالي عامل ماتشات حلوه جدا. هو هيكون تتوقع مين مكان حمدي فتحي؟ هو في اليو ديانج. في حسام عاشور في احمد فتحي في رامون ربيعه رقم واحد هو اليو ديانج رقم واحد لانه شفناه مع مالي عامل ماتشات كويسه جدا. احمد فتحي انا شايفه ناحية اليمين رائع لانه محتاج لعيب خبره بيعرف ازاي يرجع يغطي ويعرف ازاي يهاجم امتى. وده اللي بيخلي بالك فايلر بيفضله محمد هاني في النقطه دي. محمد هاني احيانا بيسرح في الناحيه الهجوميه
ويبقى في عنده مشاكل دفاعيه. لكن احمد فتحي عنده القصه دي، انا شايفه ان هو ما يسيبهاش ابدا. الاهلي هيستمر في بدايته القويه ولا الفتره بتاعه التوقف دي هتاثر عليه؟ انا لا اقرا الغيب، ولكن اقرا العقليات واقرا الدماغ. المعطيات. فايلر لغايه دلوقتي لسه كانه لسه جاي النهارده، لسه شغال على جزئيه ان كل لاعب بيجي الفايل بتاعه، ولاعب ما بيزيدش بيحذر اللعيبه، وخلي بالك شكله عارف كل حاجه، وعارف ان في المولد بياكلوا حلاوه كتير والكلام ده، حذر موضوع الزياده في الوزن، حذر. لا بص، لو كلمنا عليه كتير هيقول لك ده انت بتجامل، احنا مش عايزين نجامل، احنا عايزين نشوف في ارض الملعب الناس عامله ازاي واللعيبه عامله ازاي. نتمنى كل التوفيق سواء للنادي الاهلي، منتخب مصر الاول، منتخب مصر الاولمبي، وان شاء الله كل الاهداف تتحقق خلال الفتره اللي جايه. استاذ عبد المنعم دايما ببقى سعيد بتواجد حضرتك معايا، وبنبقى محتاجين وقت اكتر من كده بصراحه، يعني مشكلتكم انتوا بقى هنحلها لازم لما تبقى معانا يبقى الوقت اكتر من كده ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد المنعم، نورتنا وشرفتنا. كان ضيفنا العزيز في حلقه كلام في الميديا النهارده الاستاذ عبد المنعم فهمي، الناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا في ملفات عديده جدا على الساحه الرياضيه المصريه. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.